السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. رب الناس اذهب الباس. صباح النور، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، صحتكم مزيانه؟ انتوش على صوتي، دازت علينا البارح، دازت علينا. زعما حنا غير صحاب رابل انا حبيبه، وواحد واحد الخلعه راني يمكنش حساكم. ماما مسكينه، ماما البارح راه ما يمكنش داكشي، ما كان واحد الخلعه جاتها، واحد لو شوك، واحد الله يصاوب وصافي. مهم، بغيت غير نطمئن لكم عليها، هي صافي الحمد لله. مازال مقصحة في رجليها، مقصحة في يديها، وعندها مشكل ديال النسيان، انه مازال ما بحال تقولوا ذاكرتها مازال ما رجعتش كيف ما خصها تكون طبيعية. يعني احنا اليوم عندنا انيفرسير ديال الوفاء، واجدين كل شيء، واجد كل شيء، معروضين للناس، مخلص كل شيء، مقاد كل شيء. مسكينة راه براسها البارح كانت خارجة، قلتلكم هي براسها مسكينة البارح الوقيته اللي دارت فيها الكسيدة، كانت خارجة هي وخوها باش كيوجدوا. كانوا جايين عندنا لعند الزعيم، هما كانوا سبقونا عندك أنس، أنا وليت كنخايف. هما كانوا ديجا سبقوه عند الزعيم وخرجوا غير يقضيو شي غرض ويرجعوا، وحنا مشينا تبعناهم. صافي تا كتعيط ليهم هاك تغوت، بنتي مشات. صافي حنا كلشي، الزعيم مسكين خلال ما حال، مشينا عيط على عيط الدعاء وعيط الاسيه باش تهما جاو عندنا. ما يمكنش حنا الحمد لله كنلقاو بعضياتنا في القرح اكثر من في الفرح، الحمد لله. وهذه هي الحاجه اللي كتميزني انا وصحاباتي. ولي كان ضروا بها من كلينيك الكلينيك حيت ما عندهمش لي سكانر، وحق الله. ولي كلينيك عرفتوا لي كلينيك في كازا بزاف ما عندهمش سكانر. قلت لكم هي الحمد لله باقا مقصحه، دابا نيت انا غادي عندها انا وانس. باقا مقصحه، باقي عندها مشكل لانه ناسيه. تقول لك حنا في 2022، كانت في الاول ما كتعرفناش حنا، شويه عقلات علينا. شافت انس في الاول قالت لي شكون انت، بقات واحد بحال تقولوا كدير مسكينه مجهود باش انه تعرف على داك الشخص اللي في واحد اللحظه سمحتها انا صرت تخلع. هو انس فهمتو وكتقولها بشويه، ولكن الحمد لله على كل حال. شي كتقول كنقولوا بعدا حنا كنقولوا الحمد لله خرجات بحال هكا، اللهم بحال هكا ولا شي حاجه كغافت. ما عارفين انه الكسيدات ديال الموتور، الكسيده سهلتي راه راه الله يستر، الكسيده خايبه. هي راه عارفينها باب صغيره خفيفه، غير راه طارت من مو خوها، هو تحكم في الفولون، هي دغيا طارت، ضربت مع التروتوار. المهم راه الحمد لله ما بغيتش، لقيت بزاف ديال لي ميساج، ما بغيتش نخلعكم. قلت غادي نمشيو عندها دابا باش نشوفها. انا شوفو انا رباب ما كتجينيش صاحبتي، انا رباب كتجيني بحال بنتي، بنتنا هذه. وحق الله انا البارح ملي خيطت ليا ماما ها جاتني واحد الصدمه ديال بديت كنضحك، عينيا كيدمعوا، طلعتني البروده. اقسم بالله ملي جينا رجعنا طلعنا للدار حتى ديك 5 الصباح، ياك 5 حتى ديك 5 انا اسمع صافي من عشاء. انا دابا ما نعش حيت كان عنده واحد الغرض مع 6:30، كان الى نعس ما غاديش يفيق. فدعواتكم مع اخوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.